السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همسه ونفخه وربطه ونفثه. نتوكل على الله إن شاء الله في محاضرة كذلك في نفس السلسلة، والإجابة عن أسئلتكم، يعني نفس العنوان إن شاء الله. هنا إن شاء الله سندخل مباشرة للفيديو ونقرأ ما تيسر من الأسئلة ونجيب عليها بإذن الله عز وجل. السؤال الأول يقول الأخ صلاح: تكلم لنا يا سيدي عن رفقة الزوهري السلطان، أسماؤها وخصائصها وكل نوع منها. الرفقة السلطانية أخي ليست محددة، ولا يوجد فيها أسماء محددة، هي أسماء كثيرة. الرفقة السلطانية معظمها من عاصر الأنبياء والرسل، ومن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عاصر الصحابة الكرام. رفقته تكون قديمة السن، يعني كبيرة في السن، تكون ذو قوة، ذو فيها كثيرة من الخصائص. هذه رفقة الزوهري السلطان. نعم، ويوجد كما يوجد السلطان كما يوجد سلطان السلاطين، وبعد ذلك أشياء أيضا. لكن الظاهر والذي يعني نفسره أكثر هو السلطان، كما قلت لك هو يعني رفقة تظهر فيما من ملابسها، من سن عمرها، ويعرفون أيضا أنفسهم بأنهم سلاطين وليسوا يعني ملوكا ولا صغار، هكذا ليس لهم أسماء خاصة ولا شيء. أما خصائصهم فكل واحد لديه شيء معين. مثلا يكون سلطانا في الطب، يكون معه ملوكا في الطب، يكون معه خصائص الطب، كخصائصنا نحن أيضا في الإنس. نعم، نفس الشيء، فيهم المخيط والخيوط للعملية الجراحية، وفيهم المقص، وفيهم أعشابا أيضا، وفيهم كل شيء. نعم، كل واحد ولديه خصائص، مثلا الحرب، مثلا الكشف، مثلا الحراسة، مثلا العلاج، وهكذا. وكل واحد لديه يعني خصائص ليست محددة في خاصية واحدة. نعم، نمر إن شاء الله. تقول نعم، شكرا على ما تقدمه لنا من توضيحات توجيهات، حفظك الله أختنا الغالية، بارك الله فيك وعليك، جزاكم الله خيرا، نفع بكم الأمة، بارك الله فيك أخي الكريم، زادكم علما. نعم، حفظكم الرحمة، ولكم بالمثل إن شاء الله. لا تتأخر علينا كثيرا، نريد كل أسبوع محاضرة إن شاء الله. والله يا أخي أنا أسعى يوميا لأنزل يوميا محاضرة، لكن الوقت يدهمنا، لدي رقية مباشرة في اليوم، لدي أمور شخصية، وهكذا حين يتسنى لي الأمر لا أتردد في ذلك بإذن الله السميع العليم. نعم، اللهم اجعل هذه المعلومات في ميزان حسناتك، حفظك الرحمن من كل سوء. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الفاضل، جزاك الله كل خير عنا وعن الأمة الإسلامية، جزاكم الله كل خير، حفظك الرحمن يا أخي، أنت وأهل المغرب أجمعين بدون استثناء، كبارا وصغارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي بارك الله فيك، جزاك الله خير الدنيا والآخرة، وطال في عمرك، وبارك الله فيك ما شاء الله. والله أشهد الله أني أحبك في الله، دائما ما أجدك تدعو لي، حفظك الرحمن ولك بالمثل، جزاك الله عني كل خير، حفظك الرحمن، جزاك الله كل الخير يا مولانا، تحرير أخي، جزاك الله خير. أنا لست مولاك ولا سيدك ولا سيدك ولا شيخك ولا أي شيء، أنا مثلي مثلك، مثل باقي الناس، لا أكثر ولا أقل، بمجرد أن تناديني باسمي هذا يكفي. نعم، أنت تجد هذا يعني من باب أخلاقك ومن باب احترام للناس، لكن أنا لا لست مولاك ولا شيخك ولا ولست على شيء، أنا مثلك، أرجو الرحمة والمغفرة من الله، وأرجو العلم، وأرجو كل شيء من الله، مثلي مثلك، ناديني باسمي جزاك الله عني كل خير، خيرا جزاك الرحمن. قلت تحرير الجسم الأثيري، الجسم الأثيري هو ما يكون تحريره في المراحل الأخيرة، لأنه يقيد مع الجسم المادي، هو جسم أثيري أي جسم نور، يقيد مع الجسم المادي، يعني بلغة أوضح لما تتخلص من الأسحار وقيودها
السلاسل كلها يتحرك جسم الأثير، ليس فيه شيء. صوت السفير في الأذن هو بمثابة بداية تواصل. نعم، إن لم يكن أشياء شيطانية في الجسم في الأذن، يعني أسحار هي من تقوم بهذا الشيء. يعني فيها نوعين، سلاح ذو حدين، إما أن يكون إذا عالجت نفسك كثيرا فيكون بداية تواصل، وإن لم تتعالج يكون يعني أشياء من الأسحار. إنها يحب أن تقطر فيها زيت زيتون مرقي بآيات النور والفتح، آيات النور والفتح، مثلا إن فتحنا لك فتحا مبينا، وآيات النور كما هو معلوم، وهذه الآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، نقرأه كثيرا ثم نقطر في الأذنين، يكون مفيدا جدا بإذن الله. نعم، نمر سؤال الآخر. السلام عليكم أخي نادر، جزاك الله خيرا، نسأل الله أن يجعلك من جنود. أمين يا رب العالمين، أمين يا رب العالمين، أنا وأنت وباقي المسلمين والمسلمات أجمعين يا رب العالمين، حفظك الرحمن، بارك الله في علمكم، كيف يتحرر كما كيف يتم تحرير الرفقة الصالحة. أخي هذا كما أجبتك عليه هنا ستجده إن شاء الله موجودا في محاضرة سابقة إن شاء الله. تحرير الرفقة يكون بعد مثلا لما نصل إلى ختم شيطاني نجد فيه شيطان، نفك هذا الختم، ندمره، ندمر خادمه، ومع هذا الخادم الإبليس نجد معه عهد، نحرق العهد، ثم ننزع القطع المقطوع على الباب، ثم نجد الرفقة مسجونة معهم الختم الرباني ومعهم كل شيء. ومعظم وهذا الأشياء تتفاوت مع نسبة الزوهرية، إذا كان زوهرتك كثيرة ستجد سبعة أبواب وراء هذا الباب، أي مع كل باب إبليس، وإذا لم تكن زوهرتك قوية ستجد بابا أو ثلاثة. هكذا يحبذ أن نتواصل في نفس المكان حتى نحرر ما نجده، سواء ثلاثة أو سبعة. هنا يتحرر سواء ختما رباني أو آية قرآنية أو مفتاح مسجون أو رفقة ستجدهم معهم إن شاء الله فيتحررون. هكذا يتم التحرير من كامل الجسد. نعم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على التوضيح. نعم، بارك الله فيك أخي، وفيك بارك الرحمن وحفظك من كل سوء. نعم، طيب الأخت سهام تقول جزاك الله خيرا، جزاك الله كل الخير وبارك الله فيك، سؤالي جزاك الله خير، ما تفسير التجديد اليومي والمتواصل للسحر؟ سنتوقف هنا إن شاء الله وأجيبك بالقليل. نعم، ما تفسير التجديد اليومي؟ التجديد اليومي غالبا يكون، وما هو التجديد بصفة عامة؟ التجديد يكون لتجديد أسحارا قرب يعني ضعفت أو قرب انتهاؤها، هنا يتجدد. التجديد مربوط ومتعلق بإما أن يكون جنيا أو يكون إنسيا. نعم، وهناك من الأسحار من يتجدد عند اكتمال القمر، ومن الأسحار من يتجدد كمثلا الأسحار التي يتم وضعها على الأختام المحمدية، تتم غالبا تجديدها في المولد النبوي، ومعظم الأسحار يتم تجديدها مرة في تقريبا في الخمس سنوات، وهكذا نجد التجديد. التجديد إما إنسيا كما قلنا أو جني. الجني يكون في المعدة، الجني يكون في المعدة، تجديد الطعام المنامي لأنه سحر طعام، والطعام المنامي يتجدد مناما، وسحره هو ذا بحد ذاته لديه ثلاثة أسحار تقريبا، الذي أعرفهم أنهم ثلاثة أسحار، أولهم المأكول وهو في المعدة، وثانيهم السحر القردة كذلك في المعدة، وسحر آخر مشروب كذلك يكون في المعدة. ثلاثة أسحار معروفة جنية تكون في المعدة ويتم فيها التجديد، سواء يوميا أو مرة في الشهر عند اكتمال القمر، أو مرة في الخمس سنوات، أو مرة، المهم أنه يتجدد. وهنا من الأفضل أن يتم فك ربط أو مخيط المعدة، وهناك فيه شروط أصلا، لا يجب أن تفك الربط فوق المعدة وهو ربط أصفر ذهبي، لجراثيم الرصد بالصهر كذلك ربط هو ربط، وسلاسل بالصهر بأية الصهر نقرأ عليه أية الصهر وننفث، وندهن كذلك نقرأ أية على زيت زيتون أية الصهر وكذلك ندلك حتى يفك الربط، ثم نتنقل إليه بنية فتح هذا بنية حرق القردة
وهم عندهم سحر أو بمثابة ختم، ختم القردة يكون في المعدة، يبطل هذا الختم. نعم، وسبحان الله العظيم معه قردة ربانية يتحررون ويتحرر معهم النور، ثم ندخل إلى المعدة لفك الربط، يكون الربط فمن المعدة مثلا هكذا يكون مغلق، هكذا يكون مغلق مقيد أثيريا مقيد بخيوط، يفك هذا الربط ثم ستجد نفسك تستفرغ بدون حتى إرادة منك، سبحان الله يخرج تلقائيا. نعم، هذا هو التفسير لتجديد السحر. هذا ما يكون صعب، الصعب هو في السحر الإبليسي. أما السحر الجني، السحر الإنسي عفوا، يكون سهلا جدا، بمجرد أنك تقرأ على قارورة ماء فيها وما جئتم به السحر إن الله سيبطله، تكررها كثيرا يبطل بأمر الله. وإن لم يبطل أو إن لم تستفرغه، تقرأ على المعدة، تقرأ على المعدة كما قلنا سورة الزلزلة معها سورة الحرق ومعها إبطال السحر، أي يبطل السحر الإنسي مهما كانت قوته يبطل. نعم، يبطل بإذن الله عز وجل، فهو ضعيف. نعم، ضعيف جدا، ليس فيه أي شيء مهما كانت قوته فهو ضعيف، ولو تراكم بخمسة أو ستة أسحار مأكولة والله العظيم ضعيف، لأنه حديث عهد ليس بجديد، ولو حتى كان قديما فهو ضعيف. نعم، هذا التفسير الأسحار المتجدد. نعم، قلت هل هو من طرف الإنس أم من الأبالسة؟ أقول كما قلت لك أنه موجود من الطرفين، التجديد موجود من الطرفين ليس من طرف واحد. والله أقول يا أحبة أن الأسحار الإنسية متجابهة جنيا، بلغة أوضح الأسحار الجنية فيها المأكول والمشروب والمرشوش والمعقود والمنثور والمرمر كلهم موجودين، سبحان الله. حتى أن الأسحار الإنسية خرجت من الأسحار الجنية، وهذا ما هو معروف. نعم، هذا معروف واضح وضوح الشمس، حتى أن معظم الناس يذهبون، لم يذهبون إلى الرقى، يقرأ بنية الكشف يقول اللهم ابطل كل سحر المأكول المشروب، لما تتأثر يقول خلاص هذا هو السحر الموجود. هذا ليس بعين الصواب، لأنه كما يمكن لسحر الجني أن يسحر، يمكن كذلك لسحر الإنسي أن يسحر بنفس الصفات. نعم، طيب، قلت هل هو من طرف الإنسي أم من الأبالسة؟ قلت لك أنه من طرفين. وما هو الحل إبطاله في كل مرة واحدة، في مرة واحدة كما ذكرت لك إن شاء الله؟ وسؤالي كما قلت السؤال الثاني، كيف لزوهري أن ترتبط طاقته وزوهريته بكنز في الجبال مع السيطرة الكاملة لخدام هذا الكنز عليه؟ وما هو الحل لفك هذا الارتباط الذي والله أعلم ارتباط ضار، والله أعلم ارتباط ضار. نعم، طيب، الارتباط بالكنوز هو أي إنسان زوهري معظمهم يكون في منزله كنز، ومربوط من تجاهه، مربوط من تجاهه، إذا كان في المنزل فهو في المنزل، وإن كان يعني قريبا خارج المنزل فالأثر الترابي أي المكان الأرضي يجمع بعضه. بلغة أوضح أن منزلكم يعني روحيا بنسبة، كما أقول روحيا إبليسيا يعني سفليا يعني، أو بلغة أوضح أكثر، الفراعنة أو الرومان أو البيزنطيين الحضارات ما قبلنا سكنوا في نفس الأرض، أرضكم ونفس الأرض التي فيها كنز، بعدهم توزعت الأرض وبنيت كل مكان فيه منزل، لكن قديما كانت نفس الأرض. يعني هنا لم يضعون سحر الطلاسم أو سحر الرصد لحماية هذا الكنز، يجعلونها مربوطة متعلقة بكم، وهنا تكون الكارثة في ربطكم، ربط المنزل بأسحار كثيرة، منها وأولها وأهمها هي عدم الكشف عليه، حتى لا تستطيعين الكشف ولا تكشفين على حتى شيء في ذلك المكان أو الكنز بالأحرى. هذا هو الربط المتعلق بالكنز ومنزلكم، ليس متعلق بالزوهرية. الزوهرية هي ما هي الزوهرية؟ هي الزوهرية هي أختام ربانية وأختام محمدية، هي أشياء إلهية من الله عز وجل تم غلقها وربطها بأسحار متنوعة وكثيرة، والمقصد من ذلك حتى لا تكشفين هذا الأمر،
لتقتلين أبرستهم، لتدمرين أسحارهم، لتحرقين أماكنهم. هذا هو المقصد. نعم، هذا هو المقصد. أنت هنا مطالبة بعلاج نفسك، ليس الذهاب لهذا المكان، أو كما يقول البعض لن تجد الراحة حتى تخرجين هذا الكنز حتى ترتاحي. لا، غير صحيح. تحررين نفسك، تجتهدين في تحرير نفسك، في تحرير أختانك الربانية، هنا تجدين الراحة والشفاء بإذن الله عز وجل. وبعد ذلك يوجد الكثير من الحلول. بمجرد أن ترفع يدك، لما تحالين طاقة النور في يديك، ترفعين يدك تجاه هذا الكنز، تحرقين سحره وأبلسته بإذن الله السميع العليم. نعم، لا يوجد ارتباط، سواء الربط هو كما قلت لك أنه في الأرض سكنوا قبلك وقبل أبوك وقبل أجدادك بمئات السنين، تعتبر أرضهم، أي مجموعة عند الرومان أو عند الحضارة من قبل، مجموعة من نفس الأرض، عندهم نفس الأرض. هذا هو الربط الروحي. نعم، تنقل إن شاء الله السؤال الآخر. جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. أنا تتكرر معي حلم الجبال الثلجية. نعم، وكنت دائما ما أتساءل ما تفسيرها، ولله الحمد أتاني تفسيرها على لسانك. الحمد لله رب العالمين. نعم، أجيبك بعد إن شاء الله. ولله الحمد أتاني تفسيرها على لسانك. أخي لدي أسئلة من فضلك. نعم، تتكرر معي بعض الأحلام الأخرى كالحيات تعضني، وأحس بسمها عندما أستيقظ، وعنكبوت كبير بعض الشيء، ودبابير تحاول عضي، وأيضا في بعض الأحيان أرى أعدادا هائلة من الزومبي يطاردونني، وأرى نيزكا كبيرا يسقط على الأرض والقمر يصطدم بالأرض، وإذا أرى شيخا يضربني بسكين في ساعدي مرة أخرى. هذا ليس شيخ، هذا شيطان، هذه كلهم شياطين. نعم أخي، كل ما ذكرتهم شياطين. الحيات تعضني، الحيات منهم الأرضية ومنهم الغواصة ومنهم النارية، يعني يوجد كثير من الحيات وهم شياطين تعضني بسمها. نعم أخي، يوجد عندهم إبر مسمومة يغرسونها في الأعصاب، وعندهم سموم يوزعونها بالحقن في كامل الأعصاب والعروق. نعم، إبر تكون سبعة، منهم سبعة، وكل واحدة يكون معها سبعة، ليست بالصعبة إبطالها وليست شيء. إن الذي يسمع سبعة سبعة يقول كيف تبطل، وهي سهلة أخي، لا تجعل همك، هي لما تصل إليه تبطل بإذن الله، لكن هنا دوري أن أوضح إليك لا أكثر. وعنكبوت، العنكبوت كذلك أيضا يوجد سبعة عنكبوتات كبيرة، وكل عنكبوت معها جنود كثيرة. السبع، لماذا سبع؟ وكل شيء في السبع، لأن طاقتك سبع، والأراضين سبع، والسماوات سبع، والبحار سبع، والنار سبع، وكل شيء في السبع. هنا يستغلون سبع طاقاتك، لأن جسمك يستمد مثلا من السماء، من سبع سماوات يستمد الطاقة، من سبع أراضين يستمد الطاقة. هنا يكثرون عليك بمثابة أنه على كل طاقة أسحار حتى لا ينهزمون أمامك. هذا هو المقصد. نعم، عنكبوت كما قلت لك يوجد عنكبوت فيهم جميع الألوان سبع، وكل واحدة على يعني عندها أسحار خاصة. والعنكبوت كما قلنا إن شاء الله مذكور، والله مذكور في أحدى رقيتي، أن حددت مكانها واستهدفتها بالتدمير. اسمعوها إن شاء الله وستجدونها. نعم، قلنا عنكبوت كبير بعض الشيء، ودبابير، الدبابير أي النحل، تقصد النحل. نعم أخي، مع كل زوهري نحل، النحل هذا يمتص الطاقة، يمتص الطاقة من الرأس ومن العقل ومن القلب ومن الصدر ومن الرحم والبطن عند المرأة، الرحم عند المرأة والبطن والحزام والعورات بصفة عامة، واليدين والرجلين، يمتص طاقة الجسد، وليس أيضا بالصعب تدميره، يحاول عضي. وأيضا في بعض الأحيان أرى عددا هائلا من الزومبي. الزومبي أخي هو شيطان في شكل هيكل عظمي، أو في بعض الأحيان زومبي، هذا لتبليد العقول، يضعونه لتبليد العقول، عنده قلادة فيها جمجمة، وهذا ما تستهدفه، استهدف القلادة، وخاتمه في الإصبع الوسطى من اليد، فيه جمجمة أيضا، هذا لتبليد العقول، وهو سهل جدا جدا جدا، فيه يعني شيطان كبير والباقي خدامه. لما تستهدف الكبير الباقي يموت، استهدفه بأية الحرق، سمي اسمه واستهدفه بأية الحرق يموت، سهل جدا.
ليس فيه شيء. المهم حاول أن تفك كما قلت لك قلادته وخاتمه، والباقي سهل، تستهدفه إن شاء الله يموت. وأرانا إذا كان كبيرا يسقط على الأرض والقمر يصدم الأرض. هذه عندك رصد أخي، في رصد علوي، نعم، شياطين رصدية علوية. وإذا أرى شيخا يضربني بسكين في ساعدي، هذا شيطان وليس شيخ. حاشا للشيوخ الربانيين أن يطعنون أو يضربون أو هكذا. نعم طيب أعتذر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. سأغلق الهاتف إن شاء الله حتى لا يتسنى إن شاء الله لنا الرد. أين وصلنا؟ هنا. نعم قلنا الزومبي، وأرى نيزا كان كبير نسكت كما قلت لك، وإذا أرى شيخ يضرب سكين على ساعدي. وأينما يضربك هذا الملعون يكون سحره موجود في تلك المكان، هي إشارة لك أخي لتفهمها، هي عنده ختم معك أو ربط في ساعديك. نعم وغالبا يكون ربط في شكل ثمانية يربط الساعدين أي الكتفين مع بعضهم، إشارة لك حتى تفهمها. نعم ومرة أخرى أرى قريبا يطعنني بسكين، قريبا أي في ظهري يخرج دم كثير. هذا يا أخي ما تراه قريبا هو شيطان من الأقارب، ربما يطعنك يعني كما يحسدك من الخلف، هذا حسد والله أعلم، والله أعلم. في ظهري ويخرج دم كثير، الدم هناك إشارة لك أيضا أنه في دمك إما حسدا وإما أسحار. وغالبا ما رأيت إذا رأيت أحد الأقارب يكون يعني حسد في الدم، ربما على احمرار جسدك، هكذا غالبا والله أعلم. دم كثير. وأرى شخصا يطلق علي النار بمسدس، مسدس أطلق النار، هذا شيطان رجيم لأن عندهم الأسلحة، والأسلحة لا تضر إلا مع المصاب. نعم ما معنى هذه الأحلام؟ من الأفضل أن يكون أو كنت قد أجبتك عليها. هل الماء المرقي الذي يوضع فيه الرجلين يمكن إعادة استعماله؟ لا أخي كل مرة أفضل، نعم أفضل يكون أقوى وأفضل. هل القراءات أية السحب على الزيت أو ماء ثم شربه تأثير على الإبر في البطن؟ السحب لا يمكن هكذا، السحب بمجرد أن تقرأ تستحضر تركيز، تغمض عينيك وتستحضر تركيز من أي مكان تسحب أمر الله سبيل عليم، فقط اقرأ تسحب بإذن الله. الإضافة كأس من الماء المرقي إلى كمية أكبر. يا أخي لا تسألون كثيرا هكذا، اسأل القليل من الأسئلة حتى أستطيع إن شاء الله أجيب الكثير من الأسئلة. لا إله إلا أنت يا رب. الإضافة كأس من الماء المرقي إلى كمية أكبر من ماء عادي الاغتسال به يبطل أو ينقص من تأثيره على الجسد. من الأفضل أنه يكون فيه طاقة، نعم هذا ليس لا يوجد، لكن يوجد طاقة، نعم يوجد فيه أشياء يعني يتوزع طاقته وكل قوته تتوزع، نعم يوجد فيه قوة، نعم يبطل أو ينقص تأثيره. على ماذا يدل الإحساس بشعلة في أعلى الناصية؟ أعلى الناصية أخي توجد أعلى الناصية، في وسط الناصية تكون عيون مربوطة بمحصنة بمثلث ومعها نجوم، أعلى الناصية هناك أيضا عين، نعم شعلة هي لأن عين حمراء تعطي حرارة. نعم نمر إن شاء الله كذا، لما أجيب على سؤال إن شاء الله سأضع عليه قلب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير، خيرا جزاكم الرحمة وحفظكم من كل سوء إن شاء الله. طيب أستاذي وأخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأعلم إن كانت رؤية أو سفر بالجسم الأثير، رأيت أنني وجدت صورة لرجل خمسيني، أني وجدت صورة لرجل خمسين تحت ناقدة إحدى العمارات. ما هي الناقدة؟ تقصد النافذة إحدى العمارات، كانت مغلقة بسكوتش على شكل إكس. قلت هذه شعوذة، أخذت وقلت بسم الله وأعوذ بكلمة لهتمتي من شر ما خلق، ثم كأنني توجهت إلى شارع آخر، طرقت على باب، على الباب فتحت لي زميلة اسمها سميح، أخبرتها أن الصورة عليها شعوذة، ثم نظرت إلى وجهها وجدت عليه
وشم، وكانت قبيحة في وجهها وكأنها كانت لا تريد نظر إلي. أخبرتها أن تنزع الوشم لأنه بشع. هربت وقالت لي: ارمي الصورة، قد تحول السحر إليك. كأنني خفت قليلا نزعت سكتش عن الصورة وأنا أتعوذ من الشيطان الرجيم، رميت الصورة وذهبت. والله صراحة لم أفهم هذه الحلمة، لأن من خلال كلماته ما فهمت، لا أخفيك سرا أني لم أفهم، لو فهمت ولو أجيب بالخطأ يكون أثمها علي. نعم أنا ما فهمت، ما لا أكذب عليك أختي. الله أعلم إن شاء الله، صراحة لما فهمت. طيب، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، نسأل الله لك التوفيق، حفظك الله أخي الغالي من كل شيطان رجيم. سلام عليك أخي نادر، أردت أن أسألك عن أمرين حدث معي وأنا صغيرة عجيبة. الأولى، كنت أن أسقط من الطابق الأول بعد أن كنت أنظف النوافذ، اختل توازني وكنت سأسقط، لكن شعرت متأكدة كان يدا دفعتني وأعادت توازني. أعادت توازني لحظات حتى تفتح، نسيت أن الإنترنت مقصوص. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إخواتنا في الخارج إن شاء الله يتسنى لي الأمر واجب. طيب، أين كنا؟ سألت أنا اختل توازن كنت سأسقط، لكن شعرت متأكدة كأن يدا دفعتني وأعاد توازني. والأمر الثاني، الأمر الأول، نعم، يوجد من الرفقة أختي والله العظيم من يكون خاصا من ورود من الأم والأب، وكأنهم حقيقة أمك وأبوك وأباك، يحبونك، يجتهدون لحفظك، لرعايتك، لمساعدتك قدر الإمكان، وهذه ومعظم مساعدتهم تكون خفية، وكله خير من الله، فما أصابكم من خير فمن الله كما جاء في القرآن. نعم. طيب، الشيء الآخر والأمر الثاني، كنت أصلي صلاة التراويح في المسجد وكنت خاشعة في صلاتي لدرجة شعرت بتيبس في أقدامي ولا أستطيع تحريكه، وفي لحظة في جزء من الثانية رأيت نفسي في الأعلى وأتفرج على جسدي وأنا أصلي. حصلت معي هذه الأمور في اليقظة، فهل يمكن؟ لا إله إلا الله، بعدي أجاب إن شاء الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في جزء من الثانية رأيت نفسي، يا الله يا رحيم، تراكم. لا سبحان الله، على عيونكم يا أخي، حتى تعرفون لماذا لا أجيب عن الهواتف، الهاتف وراء الآخر، الهاتف وراء الآخر، حتى أني لم أجد وقتا لنفسي. سبحان الله، رأيت نفسي في الأعلى وتفرج على جسدي وأنا أصلي. حصلت معي هذه الأمور في اليقظة، فهل من ذا ممكن أم لا، وهل تفسير، وهل من تفسير؟ نعم، الأخت هذه أم عبد البر، حفظك الله أختي، أنت وأهل الجزائر أجمعين، أشهد الله أني أحبكم في الله. نعم أختي، يمكن أن يسير هذه الأمور، هذه الأمور هو الأثير، الجسد الأثيري يخرج من الجسد لأنه ملتصق بالجسد المادي، يخرج وفيه كل شيء متصل بالجسد، حتى أن الأسحار والمس والذي الأشياء كلها تقع على الجسد الأثيري حتى لا يتنقل، لأن فيه قدرات روحية عجيبة جدا جدا جدا، والله فيه أشياء قوية لا يتقبلها عقل. وأنت هذا سؤال لو سألت أحد الرقاة الآخرين أو سألت أي إنسان آخر سيقول لك أنت جننتي، كيف ستخرجين؟ هل هذه روح؟ ولو ما تخرج روحك هل ستبقين حية؟ هذه ليست روح، هذا الأثير، وكل العالم أنكر وجود الأثير، ها هو الأثير، نعم وجوده موجود ولا ريب في ذلك. نعم أختي، هذا هو الأثير، والحمد لله أن النعمة يدل على أنه ليست عليك تسليطا كثير وأسحار كثيرة في جسدك، ما دام الأثير متحرر لا يوجد أسحار. نعم، أكثري من آية النور، وأكثري من سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهي تكون مفيدة جدا. نعم، بفضل الله عز وجل تكون مفيدة جدا. طيب، قلنا هذا أجبنا عليه. Yeah.
هذا أجبنا عليه، هذا أجبنا عليه، أجبنا عليه. نعم وصلنا هنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أخينا. يا ريت لو قريتنا أكثر من حال الأخت اللي سحرها الساحر المغربي. لو قريتنا أكثر من حالة الأخت اللي سحرها الساحر المغربي. هذا الساحر المغربي لعنة الله عليه أختي، وربما أنا لم أتألفظ ألفاظا، أتكلم بألفاظ جماعة الجمع لأهل المغرب، أنا تكلمت بصفة الفرد. لعنة الله على كل ساحر سواء في تونس أو في المغرب أو في أي مكان، لعنة الله عليهم. وأبشرك وأبشر الأخت، أنا بشرتها وأخبرتها أني ربطت هذا الساحر الملعون بفضل الله عز وجل أن يسحر أحدا بعد ذلك أبدا لأبد الأبدين بأمر الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك أمر وسر من الله عز وجل، والحمد لله أنه ربط لأبد الأبدين ولن يقوم به شيء. ويريت يا أختي لو كنت قريبا منك أو كنت سأفعل هذا الشيء. وليت ويريت معظم الرقاة يفهمون هذا الشيء وتعلمون هذا الشيء، ليكف أمر الأذى، أمر الأذى إنسا وجنا عن الإسلام المسلمين. وهذا ما هو المطلوب منكم يا أحباب، تعلموا ولكن لا تتعجلوا، لكن لا تتعجلوا. فالأمر يتطلب لربط الساحة الإنسية، يتطلب قوة وتحريرا منك ورفقة منك وأمر يعني تحريرا منك. لما تكون متحرر أكثر تكون عندك طاقة نورانية أكثر. نعم تكون عندك طاقة نورانية أكثر، وقربك من الله عز وجل يكون له أكثر منفعة، أكثر منفعة وقوة على ربطهم. لكن لما كنت ضعيف سواء في عبادتك أو في طاقتك وتريد ربط ساحرا، فهو يتسلط عليك يا أخي، فاحذر، يتسلط عليك بشياطينه، بل ويتربصك ويترصدك من بعيد ويضرك ويضر أهلك، فاحذر. أعانكم الله وحفظكم الرحمن من كل سوء. نعم. طيب الأخ محمد قال بارك الله فيك وفيك، بارك الرحمن يا أخي، جزاك الله عني كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ بارك الله فيك، تكلم عن سحر الدماء وكيف يتم علاجه. سحر الدماء أختي، هل تقصدين أنه أو أخي، هل تقصد الإنس أم الجن؟ لأنه موجود في كلتا الحالتين، موجود في الجن، يكون مدفونا فيه صورا وفيه دماء، يكون يعني هذا الأمر يتطلب راق متمرس أو يعني حتى مصاب يكون متحرر لطاقته أكثر، لأنه يتطلب الأمر إما استهدافا من المصاب في حد ذاته لسحره بقوة طاقته ونوره، أو يكون من راقي، راقي يعني متمرس يقوم بهذه الأشياء، يستهدفه يبتله بأمر الله. هذا السحر الدمى يوضع فيه الإبر، والإبر كما موجود في الدمى موجود في جسد الزوهري، في جسد الإنسان، ويوجد أيضا مع الغير الزوهري الإنسان العادي، موجود معهم سحر الدمى. نعم، ويعتبر السحر الفودو، السحر الأسود، وهو من أخطر وأخبث الأسحار كفرا ومضرة بالإنسان. نعم مضر جدا، يدفن غالبا في المقابر كما وفقني الله عز وجل لاستخراجه من المقابر، قبورا كثيرة موجودا فيها. هذا يعتبر سحر الأسود، موجودا إنسيا وجنيا أيضا. نعم نمر للسؤال الآخر إن شاء الله. الله يخليك، اعمل رقية لهذه الرقية مرة ثانية إن شاء الله أختي، إن شاء الله بفضل الله عز وجل وبإذنه سنقوم برقية هذا السحر الاستنزال مرات أخرى. نعم بإذن الله عز وجل. سؤال الآخر، الأخ يوسف يقول بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك. يا شيخنا الفاضل، لماذا أرى هذه العوارض على هيئة البشر منميا وحتى من يساعدني، وشكرا لك وجزاك الله كل خير. وفيك بارك الرحمن أخي يوسف. العوارض موجود منها في شكل حيوانات ومنها في شكل أناس، في شكل بشر، فهم أنواع وأصناف. لو أخبرك عن بعضهم ستقول سبحان الله ما هذا، وهل حقا موجود؟ نعم يا أخي، فيهم أصناف كثيرة، منها بشكل حيوانات ومنها بشكل بشر. مرة
أذكر أني رقيته في القريب العاجل، امرأة رجل عنده ثعبان، سبحان الله، من الأمام ثعبان ومن الخلف ذيل طويل، ثعبان ثعبان طويل جدا، لكن عنده يدين ورجلين، موجود يا أخي والله، كلها موجودة. نعم، سواء مناميا رأيتها أو يقظة، موجود، كلها موجودة. فقط نتعامل مع كل واحد حسب، مثلا إذا كان بحري غواص نقرأ آيات الغواصين وآيات البحار هكذا، إذا كان ناري نقرأ آيات النار ما ذكرت في النار، ونقرأ إذا كان هوائي نقرأ كذلك نجوم الكواكب، وهكذا تكون يعني نقطة ضعفهم. السؤال الآخر، هل التدخين يؤثر على التحصين والعلاج يا شيخ بارك الله فيك؟ نعم يا أخي، الجن والشياطين مخلوقة من نار سموم، أي من الدخان، كذلك الدخان هذا الدخان يتحصنون به ويستحقونه في أجساد الناس. نعم يستحقونه جدا، يحصنهم يخفيهم، يجعل القرآن يصل إليهم ضعيفا. هنا أنصحك يا أخي أنت وكل مدخن أن تبتعد عن الدخان، فهو مضر جدا 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 بكل زوهري خاصة وبكل الناس عامة، فاحذر منه يا أخي وحفظنا الله وإياكم منه، لأنه صراحة الكثير من الأحباب أعرفهم يقول والله أنا رأيت من أتاني وقال لي ابتعد عن الدخان، وهناك من قال أني رأيت لما أخذت سيجارة رأيت فيها دودا أو عفريتا أو ثعبانا إلى آخره. نعم هو مضر جدا، فأنصحك يا أخي بالابتعاد عنه. نعم، فلسطينية وأفتخر، الحياة مع الله أجمل، الحياة مع الله أجمل، مع الله تحلو الحياة وقلبي إليه تبدل صياما دعاء صلاة تبدل، أي صياما دعاء جزاء صلاة. ما شاء الله، حفظك الله أختي الفلسطينية، أنت وأهل فلسطين وغزة، ولكم مني تحية خاصة، أهل بيت المقدس، أهل بيت المقدس، بيت المقدس، وكل سليماني يعرف هذه، يعرف بيت المقدس، وفي بيت المقدس أسرارا نورانية رهيبة جدا جدا جدا، إن شاء الله سنتكلم عنها. الزوهري السليماني يعرف، سواء كان مصابا أو غير مصاب، إن كان مصابا بكثير من الأسعار سيجد نفسه يكن حبا جما لبيت المقدس، ويجد حبا لأهل فلسطين، فيها أسرار تبارك الرحمن. المهم حفظك الرحمن أختي وجزاك الله عنا كل خير. الأخ سيف الله البطار المسلول يقول بارك الله فيكم، لماذا لم تجيبني رغم أنك أعطيتني موعدا من إسبانيا؟ أخي والله العظيم لا أخفيك سرا، والله العظيم وأقسم مرة أخرى أن وقتي خاصة في هذه الفترة والله وجيز جدا، والله معظم العلاجات والرقيات وهذه المواعيد وهذه المحاضرات أخذها من وقتي الخاص، ليس لدي وقت والله العظيم، أحلف بالله ليس لدي وقت، ليس أنت فقط أخي من إسبانيا، عندي من هولندا، من فلسطين، عندي من جميع أنحاء العالم، والله إن شاء الله يا أخي، إن شاء الله بإذن الله سأخصص رقية خاصة للأبعاد إن شاء الله بإذن الله، وأعيدك بذلك بإذن الله سميع عليم. إن شاء الله نكتفي بهذا السؤال إن شاء الله، مرة أخرى سنجيبه على الباقي. بارك الله فيك، كيف التواصل معك للعلاج؟ أقول يا أخي تواصل معي إن شاء الله، إن أردت، إن كنت قريبا في تونس خذ رقمي واتصل بي، وإن كنت بعيدا اكتب هناك إن شاء الله في هذا المنشور ما يعني أنك تريد العلاج من بعيد عبر الواتساب أو عبر مواقع التواصل إن شاء الله. أخي كما قلت للأخ ليس الآن، فأعتذر منك أخي كل الاعتذار، والله مشغول جدا، إن شاء الله مرة أخرى الأسبوع القادم أو بعده إن شاء الله نتفرغ للعلاجات من بعيد إن شاء الله، لأنه لرقية الزوهري والله خاصة جدا، خاصة أتكلم عن نفسي، أنا لا أرقي بالجماعة، يعني أرقي دائما بالفرد، لا أرقي بالجماعة، أرقي بالفرد، وأركز مع الإنسان، أعطيه حقه من التشخيص، من الأسئلة، من الرقية، من الفهم، من كل شيء، حتى يتسنى فهمه وعلاجه وتدمير كل ما عنده. نعم، لما أقوم في اليوم لا أقوم أكثر من 4 حصص، هذه
تعريف شغلي مع المصابين، هكذا أتعامل. نعم يا أخي، إن شاء الله في الأسبوع القادم نتكلم. المهم، جزاكم الله عني كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.